انا قلت له استاذ يعني قلت له جيب لي بديل اقدر اوافقك. ما عندي بديل. ما عندي بديل. شلون انت موافق؟ لا انا ما موافق. اذا جاني العمال يعني احتاج لقلاب اخر اقسم. اقدر اقسم الفرق. انا عندي اليات عمليه هسه طالبني بيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ضمن الجولات الميدانية التي نقوم بها لتفقد مراكز الأقضية والنواحي، قمنا اليوم بزيارة تفقدية إلى مركز مجاري الحمدانية وكذلك مركز مجاري برطلة للاطلاع على سير عمل هذه المراكز، واطلعنا على المعوقات التي تواجه الكادر في هذه المناطق لغرض الارتقاء بالواقع الخدمي في هذه الأقضية والنواحي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الكرام في كافة أقضية ونواحي محافظة نينوى. من هذا المنبر كوادر مديرية مجاري نينوى تعاهد المواطنين الكرام في كافة أرجاء المحافظة مهما كانت بعيدة عن المركز بأن تقوم بتقديم أفضل الخدمات من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة إن شاء الله.